سما بتتضايق انه ما عندكيش اولاد؟ لا ده نصيب، وبعنا لسه يعني ما احنا كنت منعه يعني ما يعني انا كنت منعه، لان بقول لك الجوازات كلها كانت على كف عفريت، واللي انا توقعته لقيته ما استمرتش. طب في ستات بتتجوز بس سنة. بس في ستات بتتجوز بس عشان يكون عندها عيال، تقول لك انا هرتبط برجل عشان انا نفسي يكون عندي ولد او بنت. انت طب ولما الولد يطلع ما يلاقيش ابوه؟ ماشي، لما يطلع ما يلاقيش ابوه جنبه يبقى ايه الحل؟ مش لازم يبقى في جواز مستقر؟ ما هو على الاقل في امل ان هي تجربه، يعني ممكن تنجح ممكن يعني. ممكن تنجح ممكن لا ممكن، بس انا ما احبش ابني او بنتي يبقوا كده، يعني لازم يطلع يلاقي ام واب معاه متفاهمين، حتى لو متفاهمين موجودين يعني قدامهم متفاهمين، بس ما فيش اب خالص من ساعه ما يتولد. يعني انا اتجوز راجل عشان اخلف، واول ما اخلف ما الاقوش جنبي؟ الموضوع صعب، هيبقى صعب على العيال كمان يعني، والموضوع ده بقى منتشر كده. هو كان الرجاله اللي ارتبطت بيهم كانوا هن مانعين انك انا تحملي؟ انا انت؟ انا مش ليه؟ عشان كنت عارفه ان الحياه مش مستقر. والراجل كان ما عندوش مشكله؟ لا هو ما عندوش مشكله في اي حاجه، ما هو زي ما انت بتقولي كده، عيل خلفه وسيبه له وخلاص يتربي وبعدين؟ وانا اصرف على نفسي راجل... لما اصرف على عيل. ما فيش راجل اشترط عليك ان اتجوز بس انا مش عاوزك او مش عاوز ولاد؟ احنا اصلا ما كناش بنتكلم في المواضيع دي خالص، انا كنت بمنع على طول من قبل ما نتكلم في الموضوع ده. هو لو سالني زيك كده انت ما تفكريش تخلفي، اقول له انت بتفكر؟ قول لي انت بتفكر؟ قول له انت بتفكر؟ طالما انت ما تفكرش انا ما بفكرش. بس انت بينك وبين نفسك مش عارفه يعني، يمكن الايام دي ما كانش زمان، بس برضو عايزه اب للولاد، مش عايزه ابقى انا الام والاب. انا خلي بالك انا عصبيه وما اقدرش اشيل مسؤوليه، يعني انا برضو من الستات. لا بس الولد بيهدي على فكره، وغريزه الامومه بتلعب دور مختلف عن شخصيتك الحاليه اللي انت شايفاها دلوقتي. مش عارفه، خايفه اخنق العيال بالليل العلاقه في النجف ولا حاجه. لا لا, لا لا بس انا يعني مش عارف، بس ما الموضوع ما بيجيش على بالي قوي يعني، او يمكن يعني تخاطيف كده. تربيه العيال صعبه جدا، مسؤولية هي بحد ذاتها، وبعدين تقعدي تفكري وبعد ما اربيهم وكده، طب هيسيبوني في الاخر روحوا اتجوزوا بره؟ انت شايفه القسوه اللي بقت عند الولاد؟ طبعا بس ما بيمنعش طبعا. غريزتنا غريزه الام الموجوده داخل كل ست فينا، يعني بتبقى اقوى من اي غريزه تاني مهما اخذها الشغل والرجل، بس بيبقى فيه. حاضر يا ست، غريزه هجيب لك. حاضر هتجيبي لي؟ هجيب لك عيل. كم ولد؟ بيبي بقى وخدوه انت ربيه. كم ولد؟ كم ولد؟ توينز. عبالك كم ولد؟ انا؟ انت عايزه كام؟ انت اللي عايزه مش انا. تفكري في الخلفه. انا عندي بنت. ربنا يخليها لك. ايه. خلاص اجيب لها عريس بقى. عاوزه ولد واحد. بتحب العيال الكبيره؟ انتوا عيلتكم كبيره. انا بحب البنات. بنات. الولاد يعني مش عارفه، خلفه الولاد بيبقوا قاسيين شويه يعني، مش عارفه. لا والله قلبت الامور كتير صدقيني، خلفه البنات صارت اصعب. اصعب؟ اصعب. شفت بقى الولاد والبنات متعبين ازاي؟ طبعا بس